بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلمتكم، مرحبا بكم الناس كلها، صحة شريبتكم كانت تتفرجوا فيها بعد شقة الفطر، وشهية طيبة كانت تتفرجوا فيها قبل شقة الفطر. جينا بالدبارة، دبرت اليوم معها أجواء تحضيرات الفطور، معها قعيدة مع للا وماما، حاسيلو فيديو متنوع إن شاء الله يكون خفيف ظريف عليكم. سمحوني على الإطالة، نحب نعيشكم معايا نهاري، حبها هذه توع ذكريات حلوة. سيدي رمضان وسعدي بخويا يعاون فيا إن شاء الله يعاونها ربي. جيتكم بدبارة زمنية من قاع الخابية، الحصيلو هكا دبارة جت على خاطري عملناها اليوم. أجواء تونسية، دار العائلة كيف تدى ملمومة، كيفاش يتعدى نهار الصيام. نخليكم مع فيديو وإن شاء الله فرجة ممتعة للناس كلها. هنا نوري رياض خويا كيفاش يحط الطاولة، ونسيت السفلة. قلت حتى حد بالصلاة بقى للقاعة كيكم شبيك يا رياض، اش كنت شكون تخرنا؟ لا يدخل لي حتى حد للصاله، هاني صحيح، هاني مريقله، تمسحنا فرحنا و شو بقعش بالسقيم. أموركم رجلين ولا هذي؟ كيكم حتى واحد بيدخل للصاله، ردوا بيكم واحد يدخل للصاله. ايش طب هذا هيك يسلموا عليهم في لابيلة سيدي، أنا سقيت كفيك مونتيرات ما عندك خواتي، يا ربي تفضلها ما شاء الله. كان فما غريبة كان سيدي شنو؟ أنا موجودين. آريا كان فما شكون يحب يستحسن؟ لا طبعا نعملوا برنامج. لا تو اسمع، سيرتو في الأشهر الكريم، الشهر الكريم فما إيه تو قيت خطبة وقيت موسم وقيت. لا بدي مواسم، مين ما تدورش بها؟ موسم مش موسم مواسم ما يدورش بها لبني. مرة طيبات مش نبيها بني على حسب مسطور. الله أعطيك نقول لك أعطيها عصيدة وخير. فاتي قولين للعباد تحب نقولوا نقولوا صحة شربتكم للناس، بجاه ربي ربي يسألوا عليكم يسلموا عليكم الكل ويدعوا لك بالشفاء يا للا والكل. سلمنا عليها ودي ولا انا بصحه شيبتك. لا لا رامي يعني رامي يتفرجوا فيك يوميا قالت لك سلمني. يا اخي كل يوم الحوايج. ايه ملي انت في كل حاجه كل يوم نسلم عباره مباشره وعباره انتك تدخل عليك ندخل عليك. انا الصباح نقول لك صباح الخير ما ترديش تقول لي كل يوم نقول صباح الخير. انا كنت تخرب كل يوم تسلم عليك. حتى ظهر يقابلوا فيك كل يوم راهم يشوفوا فيديو عيوب يا اختي. بس الجف هذيك كيف حمص وفول كان عندك فول مصري عن مصري اقعد لا لا بالقعد خلينا نقعد شويه راني والله نريح في رجلي. راني بعثت رياض هذيك الكومون انا واحد راني والله كان من حاجه لحاجه قلت لك توا باش نعمل عيش انا وينينك باه تو جبتي لي تبديت وبحرتي من مش ما جبتهاليش ما يا ناس يعني بطلوا نصرف فيها راني قاعده راهي تو انت نغسلها الصابون شو الصابون قدام سني ماما لا شو جابتي منه دابا تاع الصب انت برا 24 يوم برا جيب من دبوس
صبوا بعضكم خلوهم يشربوهم نهار اخر. مرة جيب الصبة كبروا اشربوها مازال 24 انت كنت عامل ازاي ليه؟ تنحط في الفريج. شو تعرف سوى سخانة دكتور هذا مش لاحظ انا قلت. شو سخانة دكتور كلها شوف هنا مشيت السوق في جاي طلع لك سيدي كلمتي ترى كانت هنا وكانت الدنيا سخونة برا ربع شيك وقت على حساب وش بيكم انتوا شيء وش فيه؟ اقعد يحكي خلينا نحكي وقعد كل يوم نطلب بعد الباب بسرعة هو انا يزي لالا انت تصلي تقومي تلقي ميتك حالك شفتي باش تخلص في يوم ما تقول هذا في ربع ساعة ما تشوف قال لي تفوحي تفوحي هذه هذه من تعب ما تنهض في الفلوق شيء كي تغلى شوي صبها على كل واحد نعم هذاك هو وش فيه وبعد في الاخر الثوم والكمون الثوم والكمون وتنحي شوي ماء سخون من هي تاع شوي ماء سخون تنحي تحلي فيها الفريق تحلي فيه الفريق الفريق ناخذ الاحساء طيب صبي الثوم هذاك في العب صبي طيب وما تخليه يشد لك برك فيها خضره ونص وبليدي شد يقول ما عشان لكم وقت ايش شو هذا بيا راني متكي انا برك تكي مش طيب انا نعمل رز رز هذا كله هذا ولينا فتشوا بعد كل شيء هو بفتح ده بس على عام شيء هو هم جت هم يرجع فيه رجعت المرة الثالثة المرة الثالثة ما جت مليون نزلت شوية فلفل وشوية بطاطا فلفل حار هذه بطاطا شريت البطاطا الكبيرة مرة أخرى طلعت لي لا علاقة في المقلي جتني كلها محروقة وليت خذيت لقيت هذه مكتوب عليها بطاطا فريد خذيت منها هذه بستاش نمية وخذيت الفلفل اليوم بأربع عليف خذيت رطل حار نستحق السوق اليوم او اثنين ما فهمش برشا حاجه مش غالي غالي وبحكم مش كما الايام العاديه هذه السلق هذه على شنو خلطت لقيت هذه خذيت ربطه باش نطيب بيه اليوم باش نعمل لكم اكله زمنيه حساء مسطوره اللي هي حساء قطانية وهذايا معدنوس خذيت ربطه معدنوس كملت المعدنوس اللي عندي وهنا خذيت شويه بجل البجل هذا كنحبه للسلطه والكل ديما ماذا بيا نعمل اليوم سلطه فجل وبصل نعمل سلطه فجل تيان هاكم عرفتوني الفكره والله ما كانتش في بالي باهي هنا البنات خليت الاكله نتاعنا تجي فيها باذنجان تصوروا كعب باذنجان قداش ب 800 باهي وخديت خس وخديت ليتشي اظن حاجات هي ليتشي وخذيت البرتقال طبيعي جدا لازم تغلف ها متسوق من عند وذايا حطهم لي ما نجمتش نقول معاه حتى شيء ما عكستاش وانا ما كنتش ناوي باش ناخذ البرتقال الكميه دي كل خاطر مازال عندي توا ذايا نحطها في الفريجيدير باش ما تبقاش ماشيه جايه ديما نجبد اللي عندي كمية دي باش نحطها في الفريجيدير والحق نتاع ربي ياخذ بخاطري معناتها اصلا ناكل كعب اللي من قدام وضبهم لي انا نمشي ناخذ هو تو في اخر برد جاي وليت هاني خذيت منه طلع لي يضم 3 كيلو ونص هنحطهم في الفريجيدير نشللهم نحطهم في الفريجيدير نمسحهم ونخليهم وقتي باش نبدو نستعملوا فيهم هكاك وانا ديما عندي شويه غله في الفريجيدير ونمسح البارتيه هذيا وباش نبدا معاكم القضيه اي تيان شريت من السوق شنو شريت الحاجه اللي تحبها ماما دي الجوت العربي نتاع بيجا ماما تحبها برشا ديما ناخذلهم ما ناخذلهمش كميات كبيره ناخذلهم هكا باش ما تقعدش تبدل ريحتها وكل نتاع السحور هما يتسحروا بها الجوطة يحبوها ماما ولالا فكلو نمشي بعد نهارين ثلاثة أيام نولي وقت لتفرغ لهم ناخذ لهم كمية أخرى وهكاكا تقعد لهم فرشكة هذه هي الجوطة
وتوا نبدو على بركة الله صديقاتي هنا خذت البصل باش نقصو نحضر الطنجرة الأولى. أول شيء باش نبدو باش نعملو الحساء، هذايا حساء مستورة أو ما يعرف بحساء قطانية. هنا باش تعملهولي أمي، هي اللي باش تفوحو على الطريقة الزمنية، وأنا جست حضرت لها الخضرة الكل، قصيتها غسلتها وقصيتها ورجلتها أمورها، هي جد وكل شيء عندها فوق الطاولة حدها تفوح. كيما تعرفوا اللمسة نتاع المرأة الزمنية، وقد ما نتعلموا تطيب وقد ما نكونوا شاطرين وقد 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 ما نكونوش كيما أمهاتنا. سلق البنات راني قبل ما نقص ونغسلو حسيلو هنا، هاني حطيتها في صفاي وغسلته بالكدا. حابه اجي نوريكم هكا المراحل الكل. هنا باش نقصو قصيناه، الطريقه نتاعو يلزم يكون خشين شويه. وتوا ماما دخلت باش تسوح لي الطنجرة. هاي ماما حط هنا عنا البصل باش تحط معاه ماما الزيت. تكلمي ماما تراه وانتي تحطي. هاي تو صبوا الزيت. هاي بيه. هاي هنا عنا الفحات الكل حطتهم لها باش تحط منها. يعني كل شيء حاضر، جيت تاني تحضر لي طنجرة متين. وهنا يا صديقاتي اول حاجه عملتها ماما حطت الزيت والبصل يتقلوا مع بعضهم، ما تعدلوش على غازي، غازي مسخه حشاكم اعزكم الله. وهنا حطت الدجاج فوحاته، شويه كركم شويه فلفل اكحل شويه ملح وشويه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اكليل. شوفوا البنات الاكله هذه تجي فيها برشا حاجات مع بعضهم. احنا الاكلات الزهنيه ذوما يجي فيها دجاج مع زهومه ومعها والبحر، اي حاجه من البحر تحطوها فيها. فهنا حطينا شويه هكا من الصوبيا وحطينا الدجاج، اذا عندكم لحم تحطوا، اذا عندكم اي نوع نتاع معناتها غلال البحر نجموا تحطوها في رويد ماء راهي تبنن على الاخر. هو اسمه حساء، حساء القطانية. ذي البنات راهو يعني هو تنجموا القطانية تترحى وتطيب بيه. هنا عندي طماطم معجونه ماما حطت زوز مغارف طماطم معجونه، ما همشي معبين برشا، يلزم هكا يكون الحزام تاعكم فاوح وحامض. وهنا صديقاتي حط شويه فلفل مرحي احمر، شويه هريسه عربي. وديما عادت امي ديما كي تبدا الطيب لازم الطنجره اللي بحذاها تكون مليانه بالماء السخون يغلي، وهي اللي تمرق بها، هي اللي تعمل بها الكسرون. هنا خذينا حمص وفول اخضر، خذينا السلق الخضره. انا قلت لكم راني ياسر نركز لكم على الخضره، والخضره نعملها بطريقه ما تجيش باسله، تجي فاوحه وكيكه تشهيكم حتى على الماكله. خاطر معروف ديما الحاجات اللي تبدا فيها خضره وما فيهاش لون وكل ما نحبذوهاش برشا، ولكن كي تفوحوها بالقدات واللي طعمها بنين ياسر. كيما هنا حطينا شويه تابل وكربيه بدلي في طنجره كبيره. هنا قالت لي ماما بدلي في طنجره كبيره خاطر يحب على راحته في الطيب، لانه في برشة بش. حطي ماما فرماس، فرماس اللي هو المشمش الشايح، يشيحوه بطريقه في بلادنا نطيبوا به برشة في الجاري. هذا هو الفرماس، وراو يعطي بنا مش نورمال في الماكل. هذه من احسن تكنشموا الريحه نتاع الفاوحه. هذا السلق شوفوا قداش باش تحط فيه حاجات خضره صحيه. هنا هذه قاعده تطيب، وهنا ماما حطت الشلبه في الماء تغلي باش نحى منها الملح نتاعها وباش نصبها هنا. هاي هذي هاي ماما، هاي ماما هنا تزيد ديما عندها طنجره، ديما ماما تحط الطنجره سخونه، ماء سخون يطيب. كينا عطلتها بالتصوير شطة هاوني كيفاش تمرق الماء هذاك شوي بشوي حتى تكمل. هنا باش نزيدو كرافس، كل شيء راهو يبدا نظيف ومغسول غير ماما زدت الماء غاديك في الوحده. شوفوا الاضاءه كيفاش راهي، هي لونها سمح، اما الاضاءه ظاهرها لكم شهبه. قالت لي اخت فاتن الخضره نحسها لونها مش طبيعي، والله من الاضاءه مش من كيما قاعدين تشوفوا هنا. هذه هي توا البنات باش نفرغوا الكسرونه نتاعنا في الكبيره،
هاي ماما مش نبدلوها، خل نحط لها هنا هذية. استني ماما، هاي هزي انتي كسرونة، هز هز. هاي 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 صبيه صيي، يعني حطت هيك 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 صبي كيك بشوية عليك. ها صبي ماما بسم الله. هاوي طنجرتنا ما فيها حتى شيء، يعني البنات ما شدتش الطنجرة متاعي وإن شاء الله تسامحني ماما. ريتو وقفتها في الكوجينة نحس بديفاش تأنيب الضمير كي ندخل على الكوجينة. بالحق راني هي ماذا بيها حتى تغسلي معون، وكنا بدينا نقول لا 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 ما تمسيلي حتى شيء، وبري أخرجي على روحك. والله ربي إن شاء الله يسامحونا والدينا. وأصلا أنا في التصوير ماذا بيا نبدأ وحدي، مش نبدأ كيكة معناتها نركح أموري، نبدأ أنا ستريسي من تعبهش هي معايا. هناك ما شفتوا حطت شوية فول مصري وحطت كعبة بدنجان، قصتها هيك مكعبات متوسطة، ما هيش صغيرة برشا خاطر ديجا باش يذوب هذاك. وكل السردينة ولا الشلبة مش عارفة اش تسموها انتوما، الشيحة هذيك بعد ما تغسلت بعد ما طابت في الماء اللي يغلي وحده وتنحت منها كل الملوحية اللي فيها، صفيناها وغسلناها وحطيناها توا في طنجرة متاع الحساء. توا صديقاتي باش نمشي للطبق الثاني وبعدين توا نوريكم الحساء مازلت مرحلة متاعو. وكيما ديما نقول لكم راني نعيشكم كيما نعيش انا نهار، يعني توا طنجره مازالت ما كملتش نخليها تغلي ونمشي نحضر الطبق الثاني اللي هو سهل. طبق اليوم الرز، شنو باش نعملو؟ والله جربوه قديش خفيف وقديش بنين وصحي امام طون. هنا خذيت البصل وشويه زيت قليتهم مع بعضهم، حطيت لهم الدجاج. الدجاج ديما نقصه مكعبات صغيره باش ربي ينزل بركته اول حاجه، ثاني حاجه هكيك تتفوح الطنجره نتاعكم وتجي بنينه، معناتها حتى في المنظر يجي بنين. عندي ما نحب نعمل توا دجاج مكعبات، ناخذ في سكالوب دجاج، ناخذوش بالعظم ولا ناخذ سكالوب دداند، لا ناخذو نتاع الدجاج. هنا صديقاتي كيما شفتوا خذيت رطل الروز حطيته في الماء، خليته يتنحى من وكنشال اللي فيه البيوضه هذيك، نغسله وبعدين نصفيه وباش نحطه توا في الطنجره نتاعي في المقله. هنا حطيت كركم، فلفل اكحل، تابل وكرويه وملح وشويه كليل. هنا صديقاتي اكل الرز هذاك اللي غسلته صبيته باش نبدا نقلي فيه. هذه الطريقه اللي تجيب لكم الرز نتاعكم روعه، بني وطايب وخفيف وشايح وما هو شكل ملبط ولا حاجه. جربوها واعطوني رايكم في الطريقه هذه. علاش ذكرتها البارح ولا قلت البارح مانيش متاكده بالضبط، فما اخت بعثت لي كومونتير قالت لي فتره راني قاعده نفتش على الفيديو اللي طيبتي فيه الرز واللي تبعته لها، وطون قلت هاي هاد بار عطتها لي يرحم والديك صديقتي. هنا البنات مرقت الرز نتاعي، نبدا نتبع فيه بعينيا. انتم راهو على كيلت الرز تعملوا كيلتين ماء. هنا خذيت الجزر، حطيت الجزر قصيته طريفات صغيرين وحطيته معاه. هنا جلبانه، والله في بالي نصور يا اخي وطلع مقصوص التليفون تصير لي. حطيت كعبات جلبانه هكا لواحد فيها شويه جلبانه، جلبانه وصف الناري ودجاج وبصل وروز وهذا اللون نتاعو. والله يا البنات راي غير الكاميرا تظلمني، اما كنشوفوه منكم ليه راهو بنيني هبل. ديما نحاول البنات نجيكم بجبارات معناتها متاع عائله، ما نحبش نجيكم جوست بحاجات خفيفه ما تشبعش، لا ماذا بيا ديما تكون فما حاجه تنجم توكل. ريحه حلوه الروز جاني اللي فاتني فما ريحه حلوه. وشو جربي يا رياض؟ هذايا ازعر ازعر وشو ناقصه؟ حتى شيء تو باش نشوف لا لا هذايا بالدجاج يجي، ويجيب الجلبانه ويجيب السناريه، ونزيدو شويه جبن طوابع كهو، نزيدو جبن طوابع وكهو نسقاو نزيدوه نزيدوه. ومدي يديك للبركه هذيك هي، ومن بعد البركه خذي كل شيء هاي هاي كملوا. وكت دخلة متاع رياضة ذيك لابد منها بشي نسنس ويعرف شنو الدبارة ويشم الريحة ويجي يعبر على مقصوده. المهم هنا صديقتي المقلة والله يديك كسبتها فريمو، حاجة
معناتها شديت الصحيح في جارتي باش تاخذ منها، ومن بعد مشيت اخذت منها هنا، والله كان طلعت دبارة طيار، خطر بالحق ما تشدش. جربت فيها الروز، جربت فيها المقرونة، جربت فيها فرش حاجات ما تشد الجملة، يعني تبدأ ديما فيها كيما نقول احنا ما نعرفش زيت ولا شنية، تخليكم الطنجرة متاعكم قد ما تغلي وقد ما تتقلى ما يصير لها حتى شيء. صبيت توا حطيت مقفول توا باش نفور وراو الروز يتسمى مازال ما طابش هذاك، حطيت المقفول والكسكاس باش هك الرز هذاك يفور. وهنا جبت حطيت سلايطة كيما قلت لكم متبارة من الاول، عملت فجل وطماطم وبصل ومعدنوس وفوحتها بالفلفل هك حلو وزيت زيتونة وملح وبقارص، وجربوها ورحمولي على والدي، راهي تجي طيارة بنينة على الاخر وصحية. ديما نرجعو نقولو حاجات صحية، هذه توا جاي الصيف توا تساعدكم برشا البنات. وهناك عباد زيتون كحل هكا نعمل الالوان كلها في الصحن نتاعنا. وهنا هذا الروز هاني نحرك فيه دي طون زون طون حتى هكاك نحسو صاي طاب نولي نهبطو. وعلى فكره يا صديقاتي بالنسبه للروز راهو بالطريقه دي ما يعجن لكمش، هذه هي المسطوره المرحيه اللي توا حنا باش نزيدوها مغرفه فرينه، وباش تبدا امي توا تهز منها هيك الماء نتاع الصوص هذاك نتاع الحساء وتبدا تصب فيها غديكه وهي تغلي، وتحل هيك الفرينه والمسطوره مع بعضهم، ومن بعد تولي ترجع تصبهم في الطنجره هذيك وتخلط. هنا البنات زادت الثوم، الثوم حطته في الاخر هو والكمون، وماما تزيد الكرويه تزيد تبنن تعطي هكا ريحه بنينه برشا. هذه هي المسطوره اللي تتحط معناتها في المراحل الاخيره مش من الاول، وبعدين تبدا تغلي على روحها حتى تطيب. هذا هو الكمون، هذه هي الكرويه. هنا نخلطوا الطنجره نتاعنا وخلوها تغلي على راحتها. وهنا الرز نتاعي حضر، نودكم ولا نشهيكم، وان شاء الله الناس كلها قسمها في الجنه، جاي بنين وخفيف وما بقى منه حتى شيء. ديجا انا توا صايمه سجل لكم في الفجر والله ما بقى منه حتى شيء، تكل كل صحه وبالشفاء من الحاجات الخفيفه اللي ننصحكم بها. ها جاتني شيء، هاي ادخلي هاي. جاتك نعكس هاي. مرحبا مرحبا بمولات العكاز. آه. واش ديرك زي المنديله؟ اه شوفي ها وين حطي المنديله، هزي بالك تاخر ما تتحركي وشوفي كيفاش مسك الدوش. واحد يقول نقول له غسلت يديا غديك، هي طيبتها ماما وخاتي لالا قالت لك شاهي ميته شاهي وبال حسن مسطور. اعملوا لي حسن مسطور. الكذب نتاعها راهي كذابه كذابه. ماشي لالا كذابه صحيتي لالا. اه والله لا 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 هو انا هي باقا في الزيت خلينا نقص عليك. لا تو لا صفا طابه وين ايش قولك؟ ها وانا جاري لالا من فوق مو تغطيه. اه قولي لهم لو تقريب شد من اللوط تقريب انا قلت لك النقص لا شد لحد شيء. ها وانا دخلت عين نحي نحي لالا نحي المغنى الاخطاء ليه نحي الاخطاء تو نوريك لا شد لحد شيء والله ما شدش. لا 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 ذيك بجلة بتنجين خضرة هاوين هاوين هاي ده هاي ده هاوين هاو حسن مسطور سلم. ها برا شدي بلاصة وريدي تو ولا برا يصلي ولا برا يشوف مش حتى هي كم يد تصلي قبل ما يد هاي برا في لمي في ثلاثة في لمني في أربعة في ستة في لمني تو ماما هي اللي طيبت مشي لالا راهي لالا داخله قاعده تطيب. اه لالا يزن 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 هاي سلمي ديات يزن برا يزن صاي هاي تو نهز وحده باه نعمل انا البريكة هاي البريكة رياضة جبت لي طن من جبن من الفريجيدير. وهنا صديقاتي حضرت البريكة نتاع العظمة والطن والجبن وال هاو والبصل. تحبوا تزيدوا كبار رياض قال لي نحي الكبار وشرط رياض عليا كان عبد الحميد ولا رياض تو. وعملت شوية قارص غديكة هذه الطاولة إن شاء الله بنتي تسمحني في تعبها اليوم، راني نخرن برشا كي نبدا نصور ما نحبش حسو ما نحبش حتى شيء. الله غالب وراني ما نحبهاش تتعب، نحبها تقعد بيا وهذا الوقت اللي أنا يلزمني نخدمها فيه. وهنا صديقتي القهوة متاع العادة معها الحلو متاع صديقتي يخلي بلاصتها ماما.
نمدد بشاته ويسافر ويرجعنا عام الجاي ان شاء الله. كنا قاعد نحيي ان شاء الله ربي يحيينا بخير. نحن كأنها اليوم مو 30 والله كأنها ليلة عيد. رياض يحل مخه هسه بالكيس القهوه. صح شريبتك مام سلمك. صح شريبتك لالا. صح شريبتك. صح شريبتك. صح شريبتكم الكل. شوفوا لالا قديش رمضان اثر فيها. مش مستانسه بالصيام ريتي ماما سلسة نهار كامل وهي تاكل مو تعلميك ما يحكش بالبركوك. تعدى تو تعدى تو شكر روحها. تعدى تو شكر روحها. ايش قولك يا لا هذا والله كل شيء نصلي يعني على العائلة. مشنو؟ اليوم الحادش. اليوم العاشر. العاشر ليلة 11 الليلة. ليلة 11 أو بدينا لالا باش نمشيو للطاش. نطيش دايم وجه ربي. وهذه دبلة ماما يا صديقاتي. نودكم ونشهيكم وإن شاء الله قسمكم النسك كله منها في الجنة. شاهي طيبة نسك كله. صح شربتكم.